ميه ولا في كهرباء ولا في حاجه. الوضع حزين، مستنى الم الساعه 5 بستنى الميه عشان اعبي لي جلن واحد. الوضع كئيب، قاعدين من الساعه 5 الصبح او 4 الفجر بندور على شربه ميه مش لاقيين. يعني هذه هي الحرب، الحرب عشان ما يعني يقطع كل نموت. هذا يعني هذه شو، انا مش فاهم. يعني هي إبادة للأطفال ولا إبادة لمين، ولا للنساء لمين يعني؟